عليكم. النهارده هنلعب ماين كرافت ترايل كده. العالم بوحوش فعشان كده احنا لازم نجمع لنا الحاجات. اول حاجه بيعلمني تعليمات الصناعه. ماشي، بس بعمل الحاجات دي كده. احنا لازم نعمل حاجات بسرعة لأن العالم بوشوش كبير. سلام على حبك. بس المياه هتكون حلقة واحدة يا اما حلقتين. نعمل ماشي. احنا النهارده لازم نعمل كتير والحلقة تكون أكتر من 5 دقايق. احنا دلوقتي عايزين نلف نفسنا في لف الكباية. لو دي قطعة لوحة دي بتروح أكل كتير. دي لسه البداية، لسه بادئين الحلقة. ماشي احنا كده حاجات بس بك. فبعد ما بعد ما عملت البيكاكس اخد بيكاكسين. كسر كرافتنج تيبل. اخلق التعليمات. نحن بوز ونكسر الستون يعني بدأنا. نحن دلوقتي بنكسر فلسطين عشان الفرن والأدوات الفلسطينية يعني تعرفين. بعد كده صممنا الفرن وناخد الكرافت. دلوقتي احنا لازم نجمع فحم
بعد ما انا هوستل نطلع فوق الجبل عشان فوق الجبل كان في ستون كتير، ستون كتير وفحم كتير شفتوا زي ما قلتلكم في اللي فحم كتير دي. لسه انا لسه بدأ الحلقة من 5 دقايق بدأنا في الفحم. مصور في البيت في جنب الجنينة مش عارفين نلعب يلا ولا أصلا ولا دي أصلا حاجة مش مفيدة. دلوقتي احنا بنكسر التفاح عشان نشوي الأكل بتاعنا وكمان عشان نبقى محليك نحلله. فدلوقتي احنا نسيت اقولكم منسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان الفيديو ده هيكون أروع فيديو هيكون أروع فيديو عشان بس منك معاكم في البداية صح؟ أما الفيديو ماينكرافت التاني بتاعي بقى الفيديو عارفين ان انا اسمي محمد اللي بصور مش احمد عز الدين، وساعات لما تسمعوا صوت تاني بيكون عمر لانه دي قصة طويلة. ان بدأت كان تليفون بابايا اصلا بس هو اشترى تليفون جديد ايفون فساب التليفون ده لمين؟ مامتي عندها تليفون عمال يسيبه لمين بقى؟ فهم سابه لنا عشان كده انتوا بتلاقوني بلعب الألعاب دي. وبالمناسبة بدأت معاكم من أول جديد علشان اضطريت ان انا امسح كل الحاجات اللي على التليفون علشان مش عقلي ألعاب كتيرة يعني مش هتفكر كتير مع ولد عشان كده مسحت كل حاجة من كنت حملت ميكسين أمور كتير وحملت ماينكرافت من أول كتير فعشان كده بدأت من أول دي. احنا لسه في اول 8 دقايق مش لاقيين غير الفحم لسه منزلناش معانا. المهم دلوقتي عشان الليل عشان موتناش ورا الحروب شوية شوية الأكل شوية الفحم دلوقتي دي ماما هي منطقتنا حاليا من بعد كده دي مش هتكون منطقة هندور على حاجات لسه ما دي فاحمل احمل بعض شوك احمل خنزير يلا شوي انا بتكلم كتير علشان
ما اتكلمتش كتير هيكون الفيديو ممل صح؟ ولما اعمل حاجه انتم مش عارفينها متعرفوهاش لو انا ما قلتش عنها صح؟ دي حاجة حقيقية، دي حاجة حقيقية. الشوي بسرعة يا لهوتي على مصدي، يا لهوتي يا على مصدي، يا لهوتي مش هيستاهل حدا فاهم عني نفسي. شفت عنكبوت بسرعة سيف. كل ده كلام 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 كتير. طيب لما اللي يجي وانت مش عارف ايه ده كده ونصنع شمعة نحط أنا خلصت كل الرسوم بتاعي على الحتة دي زي ما انتوا شايفين. شوية في ستون الوقت بيستنى الصبح ومش باك وغطي مش محسش انا شفت عنكبوت هستنى الصبح يجي وارجع لكم. الصبح تمام وكل الوحوش راحت حلو الوقت عشان اكسر الحتة دي وبعد كده نكسر قبل الستون ولا السنتة. إيه لما كنت بختصر الفيديو كنت هعمل يوه دي مش هتفيدني في حاجة مش هتقيط حتى ما تنيش
فبحس لما يكسر اللي من مغامراتنا ندور على البحث التاني أو احنا هنروح المغامرة أحسن من البيت. يا لهوي كل ده انزل ان فيها حاجات لما على الخزان يا سلام على الخزان والخزان برضو بعد ما أحطك تلات خزان بيض ممكن ممكن كل اللعب دلوقتي احنا نقدر نصنع سرير وانا هنصنعه دلوقتي ومعنا سرير ماما خدير على الغنيمة اللي معايا كده ما اقدرش اموت خالص وكده احس ان في لحمة من عندي خالص لاني وانا مستني كنت لحم ومن الموتة وانا شملة كنت عارفين كده فيه دلوقتي ممكن تباوك هاي دلوقتي وفرنا ممكن عجبكم و ياب مع السلامة.